اللي كان خابره الليث كان يقول لي مو طلع لي شغل اليوم. والله ايش قله حكايتك صحيحه سرمد؟ لا هو بس يدور عذار. اه بس يدور عذار. ايه على قولتك ما بدا الشهر طلع. لا لا ما اقدر يخاوم. ما بدا ان شاء الله عجايه. لا تباعوا السنارات، باعوا التفاصيل. ليك وين يقدر يقيش هنا؟ لا يقيش انا بصراحه شفته. ايه خلينا يا يابا هذا اليوم التحدي اللي وعدناكم به. شباب تشوفون هذا السمك؟ باع ما شاء الله. الصيد ممنوع هذا النوع من الاسماك. ما اعرف شنو السبب. الشاد اسمه. هو راح يطلع ويانا بشبكه اوريدي بس راح نرجعه. النيه الاصليه. خليك ليت قاعد هناك خليك. هاي البنيه الاصليه يا ما شاء الله. لا هي مو بنيه اصليه بس والله حلوه. والله حلوه. ها؟ اي هذا الصيد راح يروح لبنيه خقيه اسمها بسمه. اي عافيه. اي هاي سمكت. اي هاي سمكت بسمه لان ذاك اليوم زعلت قالت وين السمك مالتي؟ يعني صديق عاشتي لك. هذا الثلج. رجع تعال يا حبيبي. هاي لعيون المشاهدين ترجع. عاشت الايادي. بس احنا بدينا اليوم جولتنا. خلينا نحسسها جاية صغيرة. اوكي. قاعد سوى هسه؟ جاي نعلف المي. تعلف المي يعني تدب الاكل للسمك. بالضبط. حتى السمك يجي يتجمع هنا. بالضبط. هذا كلش كافي. ماشي. طبعا شمر الاكل هنا حتى السمك يجي على هذه المنطقة. واحنا من نشمر السنارة نكون قريبين. ما كانت اكو اي خلينا بس نكون صحيح بالطريقه الصحيحه. اوكي. طبعا شباب سرمد سناره مالته سحبت وسحبها حيل وحرامات سمكه اكلت تطلع عمره. ها ما تسحبها هذا الطرف البلاستيكي. اوكي. يدخل بداخل المي. وتسحب لي فوق لازم. خليني اجرب لك اياها قدامك. ماشي. كأنه ما سمكه. نسوي تقعد تسحب شوي شوي. شباب سرمد ايش خلى؟ خلى هذا الطعم اللي هو الشريمب مرتب السناره مالته. العالم تقول لك بدل ما تاكل الشريمب وتطفى. لا هي نتونس واحد ونسى بس لا اكثر ولا اقل. بس يغير جو. واحد يمل من الحياة الروتينية شغل شغل لازم واحد يرتاح شوية غير عن نفسه. اكو واحد ما جانا مو انتظرنا ظلينا ننتظر صدنا كملنا بعدين قلت له السرمد قلت له يابا هذا الانسان لازم نروح له فجبناه قابضا. انا حبايب شلونكم؟ يابا خلي نشوف كان لازم قابضة من اليوم. انا جاهز احنا اليوم لله مترف قلات يمنا يا بلنصي السمك يمنا؟ اي نعم وكان نجيبه رحنا له البيت الليث اخذنا السمك ويانا نشوي يمه بس بالبدايه شنو؟ لازم يدخلون المنافسه بس ليث اقترح اقتراح قال لازم ننزل بالمي كاياك اي اي فاحتمال راح ننقلب اليوم. انت مصف النيه. انا مصف النيه استاذ مصف النيه. انت تاخذ السايد اليسرى استاذي بلا زحمه عليك. لانه راح ناخذ فوتنا يسرى. فخليكم ويانا. لا خلاص بس هاي اللوفه تجيك يسرى فوت بيها. اول لوفه على اليسرى هاي.
نروح ننزل بالنهر. شو اسمه النهر هذا؟ هو هذا رافد من روافد البوتامكس. اوكي. توقعاتك سرمد اليوم؟ توقعاتي؟ ايه تقريبا 3 سنشات. 3-1 3-1 واني؟ 3-1 انت صفر؟ صفر. ليه توقعاتك؟ انا ينبين توقعاتي يعني ايه؟ ما احنا يقول لك احنا نراوي افعال مو اقوال. حلو حلو حلو. عشان يابا احنا ما نقدر نخلي بشار يشوف امه. حلو هذا متفقين عمي متفقين. هاي المشاهدة اليوم مستعدين. المشهدان ايش راح يخلصنا منه اليوم؟ شوف هذا شلون عباك طريق الطارمية دبر على احنا صعدنا بالكاياك. يكون هاي مال تجديف. هنا صديقنا. هلا بس احنا راح نوديكم على فكرة. عليك يا بك راح نفوت بليث. طبعا اليوم المكان كلش حلو والجو كمان حلو. دير بالك روح 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 جلاك جلاك اكبر اكبر. شال يشرد ليث قفز بحياته العزيزة. شرفك هاي الوضعية هي حلوة وجوال. أكبر أكبر أكبر. أكبر. طبعا أنا صد السمكة وقطعة الخيط سحبتها سحبة كلش قوية. وهاي الثانية يمكن تشوفون شو قاعد تسحب. هاي الثانية أعتقد. طبعا ما زال الصيد مستمر. تشوفون السنارة شلون قاعد تحرك. باع. إيه هذا موجود تحبيقة. باع. هذا مو شغلة بيعة. هاي السنارة مشمورة وسنارة تسرمت شامر اثنين. نسحب هاي حتى لا تضايقة. وين الصيد يا ابو وين الصيد؟ وين الصيد؟ يا الصيد يا رادة صبر. وظلوا يسلفوا يا صياد السمات صد لي بني. يا شباب راح تسحبها هسه المغاوري الداخليه. با 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 با, با راح تسحب. اكو كارب وكات فيش. لا هنا ما في كارب. اكو كارب صدق؟ خلاص صدقتك. طبعا بعدنا مستمرين بدنا نشوف. انا شلبت عندي اثنين والله. طفرت شردت وصار مد نفس الحالة. شلون منظر حلو هذا؟ اكو شعراية براسه ورا. تعال تعال يا معود تعال ورا. فكر هناك. ضاع المنظر. اي صيد. مستمرين وياكم ورحلة الصيد. بس لحد الان ماكش. هاك الليل بالطوافه الاصيله مالته ذيك. هاي طبعا انا فعليا جول جسر هسه. يابا راح نسلم الزوارق وراح نوقف على صفحه. شلون الصيد اليوم؟ لا بعده ما خلصان لا تخاف. لكم مش شبعون. هذا طبعا هذا العش مال النسر الفوق اللي تشوفوه فوق. ورجعنا. لا
ورجعنا لمكاننا. طبعا ما راح نقدر نصيد هيك بصراحه، ما متعودين. بعد يسرى يسرى، بس اعتقد هو المفروض يسحبونه. مو جيبك باك خاسر هناك. سحبنا هو، سحبنا احلى سحبه. مؤلف ومؤلف اسال يا بقروي هذا التحيه. يا بنزلوا الشباب نايس. يعني صاعد الاصلي شنو هذا؟ هذا كاتفش، هذا الجري مالتنا. الحجم مالتنا عيني. مو رتو سمكي، هاي سمكي. لا 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 الحكي ثقيل صار. لا 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 ابو ليث راح يرجعها لعيون المشاهدين. ما راح لعيون المشاهدين. يا بروحي روحي تقول لي وق 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 روحي عيني روحي على كيفك وياها روحي دادة. لو ما ذاب احسن. لو ما صار ما نزل التحدي ابو ليوث هسه. أنا بس ما أقدر أقول لك 1-0 لأن هو لحد الآن صايد 5 سمكات كبار. أنا هسه بديت وياك. أنت هسه بديت وياك. يعني. يا بابا بدوا قبلي. ما يخالف بس يراد لك 4 يلا توصل له. 5 بس. 5. بس 5 صغار. لا كبار، كل واحدة تقريبا وزنها 1.5 كيلو. حلوين، هسه أنا صدتها يعني وزنها تقريبا 1 كيلو. إيه اللي صدتها هم حلوة. إيه. هسه راح يبينهم بالشوي راح نشويهم. إيه. وش صاد هنا 3 بس صغار. بس شنو هسه انتم؟ لا هنا 5 صغار. 5 صغار؟ هناك 5 كبار. وهناك 5 كبار. ما احنا نقول الرده 4 ويتعادل. 4 شوي يا ابو انا شوي ورانا فطور. احنا الجري ما محسوب. لا محسوب استاذ سمكه ادري عسريش. اقول لك ما تبوني لك عمي شو تريدون. انا حاضر عمي ما صدت هم يخالف. مستحيل. صور صور عيني صور. صور صور يا الزمه الثانيه. صور حبيبي صور. هاي شنو هذه؟ والله عمي سموكه. شلون هاي سموكه؟ غير ذيكه طبعا. ذيكه ساعه شوارب ونص. هاي 2 شوارب. هاي 2 شوارب لك. انا ذيكه اعتقدها مو انا قلت لكم ما احب. ها شنو؟ اسمع تقول نزلني نزلني طق. هذا بشوارب با عيني. بس اذا اقول له هذا تاخذها ناخذها. ها نشويها شويها يستاهل المشاهد. اي بعد طلعت من عينها بعد ما تفيد. صارت كريمه العينين. يب ليث والسمكه. هاي السمكه الثانيه. خذ ذي شرا وينك مياش مناها خطيه. يا بدي هدها لعيون المشاهدين. اه همين لعيون المشاهدين. هذا تجري باعها. يلا تروحين. يلا انت مشيت. يلا انت بعد يلا. روح عادي روح. شجعناك. روح يا با. والله سرمت شكله لزم وحده. يلا سرمت. اخاف كومش لكايك باع صوتي. سرمت كومش لواحد من الكايك هاي. لا 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 هسه يلزم هسه يلزم. شباب هسه شمرنا كل واحد شمر سناره وخلاص. بعد هذه اخر شمرات. شو نقول؟ نقول اللي يطلع سمكه هسه هو الفايز؟ ها؟ يابا كنا فايزين. كنا طلعنا سمك. خلينا نشوف. شوف لنا انا شمرت صوصج. ليث شمر صوصج و سرمد شمر سمكه عدله. اي صيدنا سمكه صغيره طبعا. دائما اكو سمك صغار يصير قريب على الجروح. الصيده تخليه بالشوص وتخليه يصبع هناك يجيب لك خوص سمك. بس على العموم هنا هذا سمك الجري هاي يحب زفاريه. اي الصوصج شغال. اي يسوي شغل. شباب هسه متوجهين رايحين البيت ليث. رايحين نشوي السمك.
نسقف السماء نسقف السماء. اليوم السقف العراقي المضبوط وسرمد راح يسوي لنا اياه على الحطب. يعني هسه احنا جربنا لقيت السقف مالته يسرى وجربت السقف مالتي بقى السقف مال سرمد سقف عقاده لا السقف عقاده حلوين. وصلنا يلا ابو الليوث اراويك سرمد الصايد. هاي ما من عدد احنا ذبيناها. اي من عدد ذبينا هذه ما من عدد ذبيناها مباع الشغل العدل اصلي هذا مالتنا اي مالتنا هذا ليولوز اليوم السقف مالت باع بدمه خالي. اليوم راح نسقف لكم اياه. شنو نسقف لكم اياه؟ شلون نسقف لكم اياه؟ نسقف لكم اياه هي ترعم باع المزوجه من السقف باع دمك قام ينزل على السياره توخرت هذا فحل هذا فحل يلا العد خلوه كلها. اي اي نزل الترمز نزله. هذا شو اسمه اجيب ستشينه ماشي لانه ما انا بس ساشه على جيب عندي ضروري يلا هاي العده زينه. وين السكينه؟ السكينه مالتي مال محترفين يابا عنده سكينه هو بس مو مال محترفين. لا اصلي لا 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 شغله معدل شغله معدل بالقراب مالك بالقراب رجعها بالقراب جيب قرابها يا الله بسم الله يلا فايتين سامح هذا من يقول لك جيناك بهاية لك جيناك بهاية We are sitting in the back come see us. طبعا اليوم راح اراويكم شخصية كرتونية غريبة عجيبة مو موجودة بس على حنتوشيات عاد لسم شقحت حبس واحد هاي عادي هاي اليوم هاي الشخصية طبعا راح استضيفها اكثر من حلقة هسه هو راح يجي وراح تشوفه حلو صدق تربية احواض مال تربية احواض مع الارانب مالته الارانب مال ليث واقفات وين هاي هنا هاي اشتغل اشتغل البافلو هذا البافلو طعمه كلش طيب هذا رجع ذيكه يحيى هذه ذيك هاي هاي مالتي وذيكه مالتك اوكي حلو سد الترميز نسحبه هنا تعال ماكس عيني هسه الشغل الزين تعال شوف الثرب تعال تعال ماكس لا هذا بافلو عندك ليش مشي للصرف مالتك لك يا صياد السمك صد لي بني هاك ما اجاك اجاك تومانجيري يا باليوم السمك اصلي وعندنا طبعا السمك هذا مبين هيات الثرب بي صدنا فحم جو هاوز جوينج هاو ار يو جود يوسف جود جيت باك زيد Or Z, just Z, say Z. Yeah, okay. Sam. Sam, nice to meet you. جيب لنا فتشينو ضربيه. لا ماكو داعي. لا جاك جاك. هاي يمه اختبر. هذا هذا هذا. اختبر؟ ها؟ وين؟ Did you guys catch us? Yes. Yes. Really? Yeah. That's awesome. What kind of fish is that? Carp. هذا مو داري لكم باستعدادات مختلفة باع الثرب الزيان اهم شيء بقص السمش مت المرارة مت تسوي هي شنو مسويها مسويها قبل ضرب المرارة طبعا مسويها لا شلون تتعلم غير تضربه بعد تو بعد ما تضربه شقل البلبل شقل البلبل الحيران يسموه باع الثرب بس تجيب سيليفون شوية زي زيتون وحامض يخرب على الثرب صور ذول الاخواوين هاي جوك هاكي شو مرهم خبوز باع 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 ذاك يلعب تعال بتشيس على الشيس خليه هاي السمكة الثانية هاي اسمها بافلو يعني نفس الكاب بس يعني نوعية ثانية You're gonna do chicken, you're gonna do a lot of fish. You eat fish or no? Yeah. Okay.
لا سوق صدر منه انا حتى نخليه ملح لانه هو اللحمه تكون ثخينه. طبعا انا من بعيد دا اصور حتى شوي لا يبين عندكم منظر الدم وهاي التفاصيل. ليث راح يجهز الاخشاب واني كالعاده قاعد اصور. اسد السيامه هسه هسه السيامه هاي تكون اضبط. هذا الشغل معدل. شباب بس باعوا بس باعوا احترقت على السريع احترقت ايدي. يلا الحمد لله على السريع بس باعوا احترقت الايد. ليش؟ ليث مخلي بنزين بدال النفط يضحك. لا يا شرشبيل والله شرشبيل والله قلت له راح تدوم والله شرشبيل الا كان اقصتها كاميرا كانت حرام. اي والله بس احترقت يعني باعوا تشوفون الشعر كله احترق. نظفته هسه شباب بدينا نحضر. هذا بقل السمك هاي بيها شغلاتها من لازم والله. هذا يتخلى عليه ليمون ويتخلى عليه ملح ويتخلى على الفرن. شوف داخل مالته شلون. اي لان هذا البفلو هيك يصير. أي. هذا اللحم مالته ابيض شلون القطن يصير. طبعا ها شباب جدا جدا طيب هذا بالشوي. خليكم ويانا. حطب ويا الاغاني مشتغله كنت تعبان علي هذا يعني. الله يهيئ. الله صديق الليث قلت له راح جيب لنا حطب بابا عشان كله كسره وجاب لنا. والله شريف هذا بجد. اي والله وخر بعد اشمر يمي وخر. لا لا هذا ما يقول وخر شرشبيل. قلت له عمي راح تقوم سبوف. هاي ثاني مره احترقها تدري. يا ابا كان احترق اليوم ابو الزوز. شباب دا يشتغلون ما عندنا بيها. حلو واكل صيد وشوي ولوي وحركات حركات حركات رمضانيه اليوم كله موجود. لك يا صياد السمك يا سرمود السمك لازم تقول. هاي اول وحده نزلت. لا تستحي بعد قرر بعد بالبدايه. لا تستحي لا مو هي حلاوته انه بال حلاوته بشقاوته بالمسافه مالته. هاي البافلو خليناها وهذه الكارب. يا لا وان از روت ريلي بيج. والله عمي لو قرب بعد لا تستحي. صدقني هاي نار كلش كافية وزيادة. عفت تجخى بالقاع شوية تجقى والبول. اي خليها ما جاي سير هيجي خليها. لا ما ردنا نزلها لجو. ما تريد نزلها لجو. ها 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 مرحبا مرحبا شباب كيفكم كيفكم. أني أسلم عليكم. السلام عليكم. من أمريكا. من أمريكا. أحبكم. أحبكم. مع السلامة. مع السلامة. شكلها صار يخبل. با 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 يلا مد ايدك مد ايدك. نومي غالي اكل نومي. اي دللها بالليمون. مفيد الليمون للسمك. الكل زين للسمك. كل هذا مقصد با با با. ناش وانا اصلي شرب ما بيشقى
محاولات فاشلة من سرمد لصيد الأرنب. ما تجيبه ما تجيبه. كل عقلك يصيد أرنب بيدك. أكو واحد يصيد أرنب بيده. ساسوكي أنت منو؟ بعد السمك بعد على النار. إيش قد بعد له تقريبا؟ 10 دقائق. شوف طبعا شباب وده وقت الفطور. عم ابو ليث اجى ليث سرمد صديق ليث محمد جوه وهذا الاكل. وهسه راح نقعد مكانكم خالي كل بالعافيه. هذا صاحبك منين؟ من يا ولاية؟ هذا كان بكاليفورنيا. This has born don't eat dog. I'm talking about the skin. You like dolma? Oh, this is really good. Yeah. Yes, it is. Dolma. I like the like sourness and a little bit of spice. شباب خلصت حلقتنا لهذا اليوم مع محمد الذهب وليوثي وأوز صديق ليث وسرمد. والأكل خلصناه وانتظرونا بالحلقات القادمة. تحياتنا لكم. هلا بعد دورما. بعد دورما نصيله. مع السلامة. دورما. أنا همي.